السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الـ ACP8266-12 كمايكرو كنترولر صغير جدا وكمان مدمج في واي فاي مع عدد كويس جدا من أطراف الجي باي او اللي بيخلينا نقدر نتحكم في حاجات كتير، وكمان فيه طرف أنالوج. بوجود كل الإمكانيات دي بيخليها حل مثالي لتنفيذ أي مشروع أنت حابب تعمله. اهلا بيكم، معاكم محمد احمد ودي قناه فكراس. وفي فيديو النهارده هنوضح اربع معلومات مهمه لازم تعرفها عن الاي اس بي 12 قبل ما تستخدمها في اي مشروع. نبدا على بركه الله. الاي اس بي 12 هي المكون الاساسي في النود ام سي يو، سواء كان نود ام سي يو فيرجن 1 او فيرجن 2 او فيرجن 3. الموضح امامكم دول نود ام سي يو فيرجن 2 وفيرجن 3، تكون هي المكون الاساسي فيه، زائد دايره بسيطه عشان نقدر نبرمجها من خلال اليو اس بي، وكمان ريجليتور عشان يقدر يوصل 3.3 فولت للاي اس بي. اول معلومه لازم نعرفها النهارده هي بخصوص طرفين الجي باي او 10 والجي باي او 9. الطرفين دول اقدر استخدمهم ازاي؟ زي ما كانوا موضحين امامكم في الاي اس بي وهم دلوقتي موضحين امامكم في النود ام سي يو. وهنا هنشوف حاجه غريبه جدا لحد دلوقتي مش لاقي لها سبب، اقدر استخدمهم اوت بوت بس كمخارج زي ما واضح امامكم على ريموت اكس واي، اقدر استخدمهم على الاي اس بي او النود ام سي يو فيرجن 2 فقط. لو استخدمتها على النود ام سي يو فيرجن 3 مش هيشتغلوا معايا، هيشتغل معايا الطرف رقم 10 اوت بوت والطرف رقم 9 انبوت. هحط نفس الكود ده على الاي اس بي فيرجن 3 ونشوف. زي ما واضح امامكم النود ام سي يو فيرجن 3 هنجت لما حطيت على نفس الكود اللي موجود على النود ام سي يو فيرجن 2. لو بحثت عنها في الواي فاي مش هتظهر معاك، وزي ما واضح امامكم اللمبه بتفصل وتشتغل، شلت الكهرباء وشغلتها تاني نفس المشكله. يعني كده انا اقدر استخدم الجي باي او 10 والجي باي او 9 في النود ام سي يو فيرجن 2 بس، مش عارف السبب ايه. ده نقدر نلاقي حل ليه ان شاء الله في المستقبل، لكن مع الاي سي بي في استخدامها بشكل مستقل او مع النود ام سي يو فيرجن 3 تقدر تستخدم الجي باي او 9 كانبوت، تقدر تستخدم الجي باي او 10 كاوتبوت عادي. تاني حاجه لازم نعرفها هي الطريقه الصحيحه لتوصيل الاي سي بي 12 بشكل مستقل عشان اقدر استخدمها في مشاريع زي اللي هنوضحها في الدروس الجايه. وزي ما واضح امامكم في الكت اللي بتيجي مع الاي اس بي عشان نقدر نستخدمها على البريك بورد، موجود عليها مقاومتين 10 كيلو زي ما واضح امامكم 10 وجنبها 3، يعني 3 اصفار. المقاومتين دول متوصلين، واحده فيهم متوصله طرف منها متوصل مع طرف الانيبل او طرف السي اتش، والطرف الثاني واصل مع طرف الفي سي سي زي ما واضح امامكم، من غيرها مش هيشتغل الاي اس بي. والطرف الثاني واصل والمقاومه الثانيه واصله على طرف الجي باي او 15، والطرف الثاني من المقاومه واصل مع طرف الجي ان دي زي ما واضح امامكم. المقاومه دي انا احتجتها لاني ما كنتش اعرف المعلومه دي قبل ما اعمل البي سي بي، بس لما بوصل السيرفو في المكان ده بيشتغل معايا عادي. بس انا بركب القطعه دي عاملها فيها مقاومه 10 كيلو، عاملها عشان في وقت برمجه مش هيشتغل معايا الاي اس بي 12 ومش هعرف ابرمجها غير لما اركب القطعه دي او الجامبر ده. تالت حاجه لازم نعرفها معانا ودي وضحناها في الدروس اللي فاتت قبل كده، وهي بخصوص طرفين الجي باي او 0 والجي باي او 2. الطرفين دول ما ينفعش باي شكل انك توصل ليهم طرف الجي ان دي او طرف السالب وهم على اللوحه. لو وصل ليهم بيخلي الاي اس بي تدخل في وضع الفلاش مود اللي هو وضع البرمجه. عشان كده في لحظه البرمجه او في وقت البرمجه لازم تكون قافل طرف الجي باي او 0 على الطرف الجي ان دي عشان تقدر تبرمج الاي اس بي 12. ويستحسن انك توصل على كل طرف فيهم مقاومه 10 كيلو ما بينهم ما بين طرف ال 3.3 فولت، الطرف الموجب يعني. وانا بفضل ان استخدم الطرفين دول كانبوت. رابع حاجة لازم نعرفها هي اتجاه انتنة الواي فاي عشان نقدر نحصل على كفاءة الواي فاي الخاصة بالاي اس بي كاملة. انا هنا في اللوحة دي وفي اللوحات بتاعتي كلها تقريبا وقعت في المشكلة دي اللي هي اتجاه الواي فاي. اتجاه الواي فاي لازم يكون في الخارج وما ينفعش باي شكل ان اعدي تحته اطراف، سواء في الاتجاه ده في البورد او في الاتجاه التاني. لازم يكون مكان الانتنة تقدر تمشي تحت كل الاي اس بي باستثناء الجزء الصغير ده اللي موجود فيه الانتنة. ما ينفعش باي شكل تمشي تحته اي اسلاك او اي توصيلات، لازم يكون تحتيها فاضي خالص ويكون في الاتجاه الخارجي في البوردة، بحيث انك تقدر تحصل على اشارة اقوى اشارة تقدر تحصل عليها بالاي اس بي او باستخدام الاي اس بي 12. وان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنوضح مشاريع كتير هنعملها باستخدام الاي اس بي 12.
انا بدات بمشروع السمارت هوم واللوحه السبع مفاتيح، والروبوت اللي ظاهر امامكم ده شغال بالاي اس بي 12. الرعشه اللي موجوده في الدراع دي مش مرض نفسي او مرض عصبي، الرعشه دي بسبب ان السيرفو بيحاول يحافظ على المكان اللي انا حددته في الزراعة ده، والزراعة بيكون وزنه اتقل من القدرة بتاعت السيرفو، بيبدأ يتحرك والسيرفو يبدأ يحاول يعادل الحركة دي تاني، فبتظهر في صورة الرعشة اللي ظهر امامكم. وان شاء الله هبدأ من الفيديو الجاي في سلسلة لأولادنا فوق سن 12 سنة علشان يقدروا يعملوا روبوت زي ده، عشان دي تكون الالعاب بتاعتهم في المستقبل اللي يلعبوا بيها مع بعضهم، بدل الالعاب اللي بيلعبوها العادية يلعبوا بالروبوت ده، علشان لما يكبروا ويوصلوا لسن الجامعة يكونوا فاهمين كل حاجة ويكونوا مواكبين للعصر. وكده انا انتهيت من فيديو اليوم، ومنتظر تجاربكم طبعا اللي تقدر تبعتها لي على رقم اللي ظهر امامكم على الشاشة ده، رقم الواتس الخاص بيا، عشان انشرها طبعا على القناة باسمكم، علشان نقدر نحفز غيركم في ان هو ينفذ التجربة ويعرف ان هو يقدر يصنعها بنفسه. وفي النهاية تذكير الخير، ايه عملت طيب اليوم؟ ساعدت محتاج؟ زرت مريض؟ وصلت رحمك؟ او حتى سمحت حد كان بينك وبين خصومة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.